ينطلق اليوم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين. وقال مجلس الوزراء في بيان له إنه من المقرر أن يفتتح المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قبل أن تبدأ فعاليات الحدث على مدار يومين تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير. وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، فيما ستخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر. كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودورها في دعم القطاع الخاص.